مشروع مصفاة الدقم يعد من أضخم المشاريع المشتركة بين بلدين خليجيين في قطاع النفط، ومن شأنه إنعاش الاقتصادين الكويتي وأيضا العماني وجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة وتوفير العديد من فرص التدريب والتوظيف للشباب الكويتي والعماني. طبعا يأتي هذا المشروع المشترك ليعكس ما تمتاز به العلاقات الكويتية العمانية من خصوصية ساهمت في نسجها سمات مشتركة مبنية على وحدة الهدف والمصير المشترك وتطابق الرؤى على كل المستويات. وللحديث أكثر عن مشروع مصفاة الدقم والعلاقات الكويتية العمانية، يسعدنا نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الشطي الخبير النفطي. صباحك الله بالخير، أهلا وسهلا فيك في تغطيتنا أكيد الخاصة بمصفاة الدقم. يا هلا وسهلا. اهلا بك، حياكم الله. نبي نتكلم في البدايه عن اكيد زياره سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه لسلطنه عمان وهذا الافتتاح الخاص بمصفاة الدقم، يعني خلينا نتكلم معك حول هذا الموضوع وماذا يعكس. شوفي، هو بلا شك مثل ما تفضلتي هذا المشروع ضخم جدا، يعني بحكم لانه اول ما بحكم قيمته 9 مليار دولار، بحكم العلاقة الاستراتيجية ما بين الكويت وعمان، فبلا شك هو يعكس حرص سمو الأمير على دعم المشاريع الاستراتيجية اللي في النهاية تعني تكامل اقتصادي خليجي، تعني دعم للمنظومة الاقتصادية في الخليج العربي، تعني أيضا رؤى بالنسبة لصاحب السمو. صاحب السمو من يوم استلم مقاليد الأمر مقاليد الحكم وهو يعني حريص كل الحرص على ما يؤدي إلى يعني صحة الاقتصاد الكويتي. وجدنا بدأ في الصين من خلال زيارة تاريخية، وصين وأهمية الصين وأهمية مشاريع الصين، فيريد جذب المشاريع داخل الكويت. ثم تبع ذلك أيضا زيارته يعني التاريخية حق المملكة حق بريطانيا، ثم إلى المملكة العربية السعودية، وأخيرا إلى عمان. كلها زيارات اقتصادية يعني تريد الارتقاء بالاقتصاد الكويتي، تعبر عن رؤية قائد مهتم بالكويت، يريد أن ينقل الكويت نقلة نوعية إلى الأمام، حريص كل الحرص. يعني هو يعني قد يعني جمع ما بين الرؤية وما بين الحزم. الرؤية عنده رؤية وين يبي يودي الكويت، في نفس الوقت الحزم بالنسبة حق متابعة المشاريع، التصدر للمشهد تجده في البداية، يقود المشهد ويقود الزيارات، يؤكد بأن المشاريع هذه تمشي إذا كان أعلى الهرم هو الذي يبدأها. نعم. وطبعا فبلا شك مشروع مصفاة الدقم مشروع استراتيجي يدخل تحت هذه الأهمية، وطبعا هي في النهاية علاقة ما بين الكويت وسلطنة عمان، علاقة تاريخية، علاقة أخوية، علاقة وثيقة. الله يباركها يا رب. اللهم آمين. الكويت دائما ما تتطلع أن تكون في الريادة العالمية النفطية، شلون راح يتحقق هذا الأمر في مصفاة الدقم؟ شوف، مصفاة الدقم بلا شك في الاستراتيجية للقطاع النفطي لا تعتمد على عدة أمور، فمنها إيجاد منافذ آمنة للنفط الكويتي، فهذا المشروع يحقق ذلك. أيضا التوسع في الطاقة التكريرية خارج الكويت، وهذا المشروع يحقق ذلك. أيضا في وجود الدخول في شراكات ناجحة، وهذا كما ذكرنا أيضا يحقق ذلك، من خلال لأن لما نتكلم عن عمان نتكلم عن شريك استراتيجي، نتكلم عن استقرار سياسي، نتكلم عن أخ وشقيق، وبالتالي هو وأيضا هذا المشروع يولد مشاريع أخرى لأنه هو في منطقة اقتصادية، فيولد مصانع صغيرة، مصانع متوسطة، يولد أيضا مشاريع بتروكيميكال بال 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 يعني في المستقبل، أيضا يولد شراكات خليجية، لأن الكلام الآن مثلا عن شراكة كويتية سعودية مع سابك مع الكي بي آي مع كيو 8 من أجل إنشاء هذا، فبلا شك هو يعني يحقق هذه الأشياء بالإضافة إلى تحقيق القيمة أو تعظيم القيمة المضافة من خلال نفط خام، بعدين منتجات عالية الجودة، ثم في النهاية إلى منتجات بتروكيميكال إن شاء الله في السنوات القادمة، يعني خلال أعتقد خلال 5-6
سنوات إن شاء الله تعود بالنفع لنا أكيد وأيضا لدول الخليج، وإحنا أكيد مصيرنا واحد وهذا الأمر يعني ما نختلف عليه من تاريخنا وعلاقتنا المتينة. أنا ودي أطرق أنه يعني مصفات الدقم هو مشروع ضخم وأيضا احتوى الشباب وفرص العمل سواء كان الشباب الكويتي أو الشباب العماني، ودي نتطرق حق هذا الموضوع. شوفي هو 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 لما نتكلم عن مشروع بهالضخامة ومشروع مناصفة 50-50% 50 كويتي 50 عماني، فبلا شك يعطي فرصة كبيرة للشباب. الكويت بحكم يعني لما نتكلم ترى احنا في الكويت عندنا مصافي خارجية وعندنا مصافي داخلية، عندنا طاقة تكريرية داخلية في حدود المليون برميل يوميا من مصافي، طبعا كانت الشعيبة الأمينة عبد الله الزور، في المصافي هذه في بطاقتها فعندنا خبرات متراكمة سواء في الكي ام بي سي أو الكي بي آي، كي ام بي سي شركة البترول الوطنية أو شركة الشركة الكويتية للبترول، فبالتالي عندنا خبرات، فهذه الخبرات يتم الاستعانة فيها من خلال الذراع الاستثماري في مؤسسة البترول الكويتية اللي هو الشركة الكويتية لشركة البترول الكويتية العالمية في مثل هذه المشاريع. أيضا فرص للشباب خبرات قدرات سواء بالنسبة للكويت أو بالنسبة لعمان، اكتساب خبرات من كل الجانبين من جانب من نعم. كثر. طيب شو راح تستفيد الكويت داخل الخليج العربي بعد تشغيل هذا المصنع؟ اذا يعني طبعا هو فائده الكويت كذا فائده، لعلها اهمها هي مشروع اقتصادي يعني وفي قيمه مضافه مع الجانب العماني. طبعا بالنسبه حق الاسواق وبالنسبه حق الزبائن هو تعزيز تواجد الكويت في الاسواق المختلفه، هو القرب من الاسواق، لان في النهايه المنتجات الخليجيه والمنتجات الكويتيه تنتهي في الاسواق الآسيوية. الأسواق الآسيوية هي أسواق واعدة، لما نتكلم عن الهند نتكلم عن الصين نتكلم عن تايوان نتكلم عن المناطق هذه، فهي أسواق واعدة، الطلب في العالم يأتي من هذه المناطق. فبالتالي القرب من هذه الأسواق يضمن لك يعني سوق مفتوح يعني مفتوح لك ومتاح كفرصة. احنا ودي اتطرق يعني احنا كل مشروع ضخم اكيد له خطه معده رؤيه ومن ثم اكيد يعني متابعه لهذه التطورات اللي يقوم عليها المشروع والتقييم. احنا بنتعرف معاك على مؤشرات تؤكد نجاح اهداف مشروع مصفات الدقم. المؤشرات كثيرة، أولا أنت بدأ هذا المشروع وانتهى في ضمن الخطة الزمنية المعدلة، فما خرج كثير عن الخطة من 2018 احنا اليوم في 2024، فنجاحه انه تم وفق الـ 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 يعني التايم الزمني او الوقت تحدي الكورونا يعني مثل ما ذكر زميلنا نجيب. هذه نقطة. النقطة الثانية ايضا تم تشغيله بنجاح من دون اي عقبات او بدون اي عواقب، فهذا ايضا تم تصدير شحنات من المنتجات العاليه الجوده الى الاسواق المختلفه، ايضا تم باعلى مواصفات للبيئه والصحه والسلامه، فبالتالي هذه كلها مؤشرات تدل على نجاح المشروع. افتتاح هذه المصفات مصفات الدقم راح يعزز من دور دولة الكويت في تأمين وتوفير احتياجات السوق ليست فقط المحلية وأيضا حتى العالمية من الطاقة، راح تكون عالية الجودة. شنو رأيك في هذا الموضوع؟ وشوف هو 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 الكويت أصلا معروفة هي يعني من الدول التي لها يعني التزام دولي بالنسبة للإمدادات النفطية في الأسواق المختلفة، فهي تعزز من تواجدها كمورد ثقة للأسواق المختلفة. نقول هذا المشروع قريب من الأسواق الآسيوية، والأسواق الآسيوية لنا علاقة معها يعني من بدء اكتشاف النفط إلى اليوم غالب أسواقنا أو غالب منتجاتنا تذهب لأسواق الخليجية. لما نتكلم عن المشروع هذا مشروع مزود بأحدث التقنيات، فالنتيجة فيه عبارة عن منتجات عالية الجودة، منتجات نظيفة تتماشى مع البيئة. جميل. المصفاة نفسها يعني انبعاثاتها قليلة.
لأنها في النهاية مصفاة حديثة تتماشى مع أحدث المواصفات والبيئية. فبالتالي من كل هذه النواحي أنت عندك منتجات عالية الجودة مكررة تصل إلى الأسواق المختلفة وهي تتماشى مع يعني الشروط البيئية، وبالتالي هذا يعزز تواجدك في الأسواق المختلفة، الأسواق اللي هي أنت لك تواجد فيها وتحب أن الزيادة لأن أصل الطلب يأتي منها. فهي تتحقق في كل هذه، والنتيجة المحصلة أن يكون عندك يعني أنت مورد ثقة، ويكون عندك أيضا إيرادات وعوائد جيدة وثابتة من الأسواق اللي تعطيك أفضل العوائد من كل الأسواق المختلفة. نقول أن تشغيل هذه المصفاة خطوة في مسار رؤية أو رؤى التنمية الطموحة لدولة الكويت الجديدة من خلال تنويع الاقتصاد، فما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني هذا أكيد طموح من طموحاتنا، يعني نراه اليوم إن شاء الله في الافتتاح على أرض الواقع إن شاء الله. هو تنويع الاقتصاد بدخول في شراكات ثقة، تنويع الاقتصاد من خلال تحويل النفط الأسود إلى مكرر ثم في مرحلة متقدمة إلى بتروكيميكال، فبالتالي إضافة القيمة المضافة هي تعطي يعني تنويع بالنسبة لي. يعني لو أنت بس تبيع نفط خام ما يعتبر تنويع، لكن انت نفط خام ثم مكرر ثم في المستقبل ان شاء الله منتجات بتروكيميكال، فبالتالي انت قاعد تنمي، وهذا يعطيك نوع من الاستقرار والثبات في الايرادات. جميل، ودنا نتكلم عن اهميه موقع مصفاة الدقم. نعم مميز، ولكن احنا ودنا نعرف اكثر كونكم انتم ايضا يعني مختصين في هذا الامر، وايضا كونك خبير نفطي، اهميه هذا الموقع شنو يمثل؟ شوف، هو موقعه بلا شك موقعه ضمن اول شيء المشروع نفسه، المشروع لما نتكلم عن المشروع نتكلم عن مصفاة دقم، نتكلم عن ميناء تصدير، نتكلم عن تخزين، فهو يحقق ايضا مصالح كثيره. عندك نفط خام، عندك تخزين للنفط الخام والمنتجات، عندك مصفاة تكرر، وعندك مرفأ تصدير. هذا المرفأ التصدير طلع على البحر العرب على المحيط الهندي، قريب من اوروبا عن طريق البحر الاحمر قناه السويس، قريب من افريقيا، وقريب من آسيا. وهي ورد نقول آسيا عبارة عن السوق التراديشنال، السوق التقليدي والنامي والأكيد لي أنا. فبالتالي هذا الموقع بلا شك موقع استراتيجي، غير لما أنا أي من ميناء عبد الله أو من داخل الكويت عبر الخليج العربي إلى الأسواق المختلفة، فهو يوفر يعني وقت ويؤمن وقت ويكون قريب من الأسواق، وفي نفس الوقت أقدر أستخدمه للتخزين والتصدير. فيشجع الحركة في كل موقع استراتيجي بلا شك يعني إضافة قوية. وأيضا هذا المشروع راح يكون يعني اللي يعني يشجع الاستثمار والشراكات ويشجع إن وجود صناعات مختلفة. على طاري الصناعات المختلفة، هل إحنا راح يكون في من الممكن استحداث سوق جديدة للنفط المكرر بدلا من يكون هو يعني السوق اللي إحنا معتادين عليه السوق النفطي التقليدي؟ إحنا غيرنا الوجهة على إنها تكون مصفاة الدقم علشان إن إحنا نفس عملائنا السابقين اللي اعتدنا عليهم الدول الآسيوية إن هم يطلبوا منا، لكن إنتاجيتنا تكبر، فهل راح يكون عندنا استحداث للسوق اللي هو للنفط المكرر؟ شو احنا في هالحاله نتكلم عن الطلب في ازدياد وفي تعاظم. احنا اوريدي عندنا تقريبا في حدود المليون نفط مكرر في الكويت برميل يوميا، وعندنا في اوروبا، وعندنا ايضا الان في الدقم، فهذه بلا شك تعظم التحويل من نفط اسود الى نفط مكرر، وكلها عائله الجوده وكلها تتماشى مع شروط البيئه. لذلك اذا يعني انا صحيح نتكلم عن مصفاة الدقم، لكن ايضا ممكن نقول لذلك في فتره من فترات لما النفط الروسي او المنتجات الروسيه وقفت عن اوروبا، هني المنتج الكويتي رد وذهب الى اوروبا ووجد سوق، لان منتج مقبول في السوق ويتماشى مع يعني السوق مع المواصفات العالميه. نعم. البيئيه. نعم استاذ محمد الشط الخبير النفطي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، وتشرفنا بوجودك لبحث هذه النقاط. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك وعلى كل التفاصيل.